السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. تحياتي لكم، أحمد سمير من قناة جرافيك جايد، والنهاردة معلومة من المعلومات المفيدة جدا واللي ممكن تريحك في الشغل في موضوع الكلونر. إزاي إن أنا أحول الكلونر من ديناميك إلى أوبجكت أو إديتيبل، إلى أوبجكت حر أقدر أتحكم فيه. يلا نشوف الطريقة عشان تبقى المعلومة واضحة. احنا هننزل سفير، هناخد منه كوبي، وهنيجي على واحد نحوله اديتيبل، ونيجي بالريكتانجل سيليكشن نشيل جزء كده، وهو ان احنا هنحاول ان احنا نعمله على شكل طبق بالشكل ده كده. ده طبعا على حسب الشكل اللي عندك، هي نفس الطريقة. نحوله بالشكل ده كده، ننزله في subdivision، وهنجيب السفير التاني هنخليه ولو يكن هنصغر حجمه، ولو يكن نخليه 15 بالشكل ده كده، وننزل كلونر ونحطه جواه كده، ونيجي على المود نخليه grid area، وتعالى نصغر الشيب بتاعنا او الأوبجكت بتاعنا على قد الطبق بتاعنا. وهنيجي على الكلونر رايت كليك، نعمل له سيميليشن تاج رايدنج بودي، ونيجي على الكوليجن هنا نخليها ابلاي، وهنا نخليها توب، ونيجي على جسم الطبق برضو سيميليشن ونخليه كلودر بودي، وهنيجي من الشير نخليه ستاتيك مش، ونعمل الموفي. هي دي اللي انا قصدي عليه. احنا لو جينا سيبنا الفايل كده وجينا حتى حاولنا نحركه بشكل منفرد، مش هينفع معانا، لان هو اوريدي واخد كلونر بالديناميك، فهو هيفضل في المكان. حتى لو حبيت ان انت تنقله في مكان تاني هيجي لك بنفس الكلونر، فهيبقى الموضوع صعب. حتى لو انت عندك انيميشن بتعمل الانيميشن لكذا حاجه، كل ما تيجي تعمل بلاي للانيميشن اللي عندك هتلاقي الكلونر او اي حاجه شبيهه تتحرك معاك. فانا عايز احوله الاوبجكت، عايز احوله مجرد ان هو يبقى ثابت بس، مش عايزه يتحرك معايا في اي مكان. الفكره كلها هاجي على علامه الكلونر هنا، او قصدي الديناميك هنا، وهاجي هشيل كيب سوفت بودي شيب، ده اشيلها، وهاجي هنا على الكاش واعمل له باك اوبجكت. هتلاقي هنا العلامه شكلها اتغير من الكورتين لشكل سلندر كده. فهنيجي نعمل تاني الحركه بتاعتنا هي بالشكل ده، وهنيجي على الاوبجكت او على الكلونر رايت كليك، ونقول له current state to object. تمام، هو خد لك منه كوبي، لو تلاحظ هنا خد لك عمل لك الكلونر هنا، وهنا حوله لك لاوبجكت حر. لو جيت لغيرت انا الكلونر هنا وجيت حبيت تشيل العلامه دي، خلاص هو بقى عندك اوبجكت تقدر تتحرك فيه بالكور. حتى لو حبيت تعمل اي انيميشن هو هفضل عندك بالشكل ده كده. وممكن ان احنا تخلي العلامة بتاعتك دي لسبب، شايف ان انت طول ما هي العلامة دي موجودة هيبدأ ان هو ياخد معاك الحركة بتاعته. فانا دلوقتي حولته للأوبجيك، خلاص انا مش محتاج دي، انا هشيل دي خلاص اهيت، فبقت عندي بالشكل ده اقدر ان انا اتحرك براحتي خالص. ففكرة ان انت تشيل العلامة دي كمان هتريحك. يعني احنا لو جينا هنا خدنا ده كده حركناه هنا، وجينا خدنا من ده كوبي هنا كده برضو، وبدأنا تعمل الحركة بتاعتك. شايف بقى عندك واحد ثابت وعندك الحركة، ممكن تنيك محتفظ بالكلونر نفسه. فدي هتفيدك كتير لو انت بتعمل شغل فيه انيميشن كتير، او ان انت عايز تحرر الكلونر، لان دي ساعات بتبقى غلسة شوية في انك تحرر الكلونر شوية. فده بقى عندك الشيب بالشكل ده
كده، وتبدأ إن أنت تحط الماتيريال بتاعتك بالطريقة اللي أنت عايزها، فدي هتريحك كتير جدا جدا في الشغل. يا رب المعلومة تكون وصلت. وبكده درسنا انتهى النهاردة، أشكركم وألتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.